عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنكمل في lesson 1 digestive system. طبعا احنا اتفقنا مع بعض ال digestive system consists of digestive canal and supplementaries. With digestive canal قلنا إن هي start with mouth and end with anus. هن start with mouth the first organ in digestive system. The first organ in digestive system is a mouth. Mouth is first organ in digestive system. In digestive system or in digestive canal. Yeah, the first organ is mouth in the digestive canal. Mouth is a cavity contain teeth, tongue, salivary glands. Teeth, tongue, salivary glands. So mouth is a cavity contain teeth, tongue, salivary glands. Teeth, the number of teeth in adult is 32. The number of teeth in adult is 32. Adult يعني الكبار يا ولاد، الكبار اللي هو انا وماما وبابا، لكن انتوا لسه الميلكي تيث اللي هو لسه في عندكم اسنان بتقع وبتطلع مكانها لسه. ف 32 ده في الادلت. طب لو قلنا in each jaw، يعني each jaw يعني في كل فك. احنا عارفين ان احنا عندنا في عندنا اسنان تحت وفوق، ده اسمه جو، اللي فوق اسمه upper jaw واللي تحت اسمه lower jaw. الأوبر جو أو اللور جو الواحد يبقى فيه 16. يبقى تاني لو قال لي the number of teeth، عشان في two the number of teeth in adult وسكت يبقى 32 only. The number of teeth in each jaw يبقى عاملها divided two هتبقى 16. طيب ايه بقى التيث متقسمة ازاي؟ قال لي التيث متقسمة زي ما احنا شايفينها كده قدامنا، اللي هما لونهم يلو، اللي لونهم يلو دولت اللي قدام دول اسمهم four incisors. four incisors. وبعد كده عندي في two canines اللي هما لونهم بلو شوية او لبني ده. وبعد كده عندي الاورنج واللي هما الجرين دولت اللي ورا، اللي هما five من هنا وfive من هنا، دولت اللي هما المولرز. تمام، بيقولوا اللي قدام اسمهم بري مولرز واللي ورا مولرز، بس عادي يعني احنا بنقول 10 مولرز وخلاص. يعني هما سموهم بري مولرز ليه؟ عشان هما بيبانوا في الضحكة، يعني بيقولوا عليهم الاسنان الضاحكة اللي هو بيبان في الضحكة بتاعتنا، لكن اللي جوه دول طبعا مش بيبانوا خالص. يبقى احنا دلوقتي عندنا في الجو الواحد في 16 تيث. لما اجي اقسمهم ايه يا شباب؟ 4 incisors 2 canines 10 molars. 4 incisors 2 canines 10 molars. Again 4 incisors 2 canines 10 molars. طيب what is the function of each one؟ الانسيزورز بنلاقيها مشرشرة كده زي السكينة صح؟ بتعمل بيها cutting food، بتعمل بيها ايه؟ cutting food. طب والكناينز؟ طبعا الكناينز دولت اللي هم الانياب مش موجودين غير عندنا موجودين، بس ايه موجودين في الانيمالز قوي، في اللي هم زي اللاين والتايجر. ليه؟ عشان هم محتاجين يقطعوا الفريسه جامد. verb tearing معناه ان انا بمزق الحاجه، وخلي بالك في اللغه العربيه التقطيع انا ممكن اقطع حاجه نصين، لكن التيرنج ان انا بمزقها يعني انا بفتفتها. تمام، اما المولرز اللي جوه بقى ده الجرايندنج للطحن. يعني انا لو باكل ايه بيس اوف ميت مش هينفع اكلها في الانسيزرز والكناين، لازم تروح للمولرز فور جرايندنج فود. يبقى ده الفرق بين كاتنج تيرنج جرايندنج. يبقى الانسيزرز كاتنج فود، الكناينز تيرنج فود، اند جرايندنج اند مولرز جرايندنج فود. تمام. طب بالنسبه للتونج، التونج الفانكشن بتاعته بتبقى ماكس فود موف فود تيست فود. يعني ايه ده كلهم فود؟ اه ماكس فود لانه عامل زي الميكسر الخلاط بيقلب الاكل في الماوث، يبقى ماكس فود. موف فود بيعمل موفمنت للفود انسايد ذا ماوث. تيست فود يعني بيعمل بي تيستنج للفود. الله ده حاجه شوجري، اه لا ده سولتي، لا 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 ده ساور تيست. يبقى التونج بيعمل ايه؟ ماكس فود موف فود تيست فود. اجين mix food move food test food. تاني الطعم بيعمل ايه يا شباب؟ mix food move food test food. يبقى mix move test mix move test. طيب the last one salivary glands. salivary glands three pair of salivary glands. there are three pair. three pair هو البوزيشن بتاعهم او الصف بتاعهم مش مطلوب عندنا، بس اهم حاجه عارفين هم مكان واحد، بس هم موجودين في pairs موجوده behind the ears بتاعتنا زي الصورة كده behind the ears. وفي lower jaw كده تحت الجو تحت الفك كده، وفي بلو التونج بتاعنا.
السليبري جلاندز دي الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل سيكريت سلايفا. كلمه سيكريت يا شباب يعني بتطلع منها سائل ليكويد جوس اسمه سلايفا. السلايفر جوس ده بيعمل ايه؟ بيعمل تشينج ستارش انتو شوجر. اول حاجه انا عايزاكم تحفظوا الجمله دي كويس جدا مهمه. تاني حاجه تفهموها كمان، اولا احنا كلنا لو ركزنا كده واحنا بالراحه جبنا رقم العيش واكلناها بس بالراحه وقعدنا نعمل لها يعني مضغ في مقنا شو كده كذا مره، زي مثلا قول 30 تايمز مثلا بالراحه كده، او بطاطس محمره، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت ابتدى هي اصلا اذا كانت البوتيتو او البريد او الكيك الحاجات اللي هي فيها اي عجين ده بيبقى كل ده بيبقى عباره عن ستارش، ستارش نشويات. وطبعا احنا ممكن في البيت ماما كده جيب لنا يا ماما لو سمحت كده 2 كابس و amount of water equal amount of water، وهنحط في الفيرست كاب 1 سبون اوف ستارش. وماما عندها في البيت النشا ده بتعمل بيه المهلبيه والرز بلبن والحاجات دي. 1 وانذر 1 put a piece of sugar or 1 spoon of sugar. وهنشوف ايه what's the difference. Of course the starch not dissolved in water. But it will change the color of water into white. Change the color of water into white. الوتر كلها هتلاقي لونها وايت. ايه ده؟ يعني الستارش complex food. يعني not digest easily. مش هيحصل له digestion بسهولة. عشان كده ما ينفعش ينزل من الماوث وهو ستارش. عشان كده السلايفا عملت ايه؟ قالت لازم نعمل له breaking down. فاكرين الديفينيشن بتاع digestion process؟ يعني ايه digestion process؟ breaking down للcomplex food into sample food. فاحنا عملنا change من starch لشوجر. من starch لايه؟ لشوجر. ليه؟ لان الستارش not dissolve in water. لكن الشوجر dissolve in water. تمام يا شباب؟ نعمل experiment دي في البيت ونشوفها بعينينا عشان نتاكد ان فعلا الستارش complex not dissolve in water وان salivary gland مهمه جدا. انا بسمي الجمله دي لان هي مهمه بسميها جمله ال 5S. انا بقول فيها 5S. 5S. salivary glands secrete saliva change لا بس starch into sugar. يبقى salivary glands secrete saliva change starch into sugar. again salivary gland secrete saliva change starch into sugar. okay ده كده احنا خلصنا مين؟ الماوث. الماوث احنا قلنا كمان مره في مين؟ teeth tongue salivary glands. the next organ is pharynx. pharynx is a الفرنكس is يا شباب يعني بالوصف كده هو عبارة عن الكافيتي اللي في آخر الماوث اللي بينزل منه الأكل. آخر شايفين ده الماوث قدامنا آخر حتة دي بتنزل منها كده على بقى التيوبس كده، اتنين تيوبس أصلا جنب بعض لو خدتوا بالكم. هو مشاور لكم على واحدة اسمها تراكية بس هي مش باينة قوي في الصورة هنا، والتانية اسمها إيسوفيجس اللي هو بعد الفرنكس على طول، دي اللي بيدخل عليها. طب إيه ده؟ يعني الفرنكس ده بيعدي إيه؟ بيعدي حاجتين، بيعدي الفود وبيعدي الاير. بيعدي الفود وبيعدي منه الاير. عشان كده الفارنكس is a common cavity. يعني ايه common؟ يعني موجود في الاثنين، في الدايجستيف سيستم وفي الريسبيراتوري سيستم. في الدايجستيف سيستم بتلاقي الاوبننج بتاعته او الكافيتي بتاعته بتطلع، لو ممكن اوريكم كده حاجه، يعني بتطلع الاوبننج بتاعته بتطلع بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى شكلها مثلا عامله كده اهو ماشي، بس هي عشان بس الرسمه مش تبقى مظبوطه قوي. وبعدين يبقى نازل منها انبوبه كده وكده وكده. تمام. الاولانيه ده الفيرنكس، ده ايه؟ الفيرنكس. وخارج منه بقى انبوبتين، واحده للفود واحده للايه؟ للاير. واحده للفود واحده للاير يا شباب، للاير. بتاعه الفود اسمها ايسوفيكس، وبتاعه الاير اسمها ايه؟ تراكيا. يبقى الفيرنكس از ا كومن كافيتي، هي بتبقى كافيتي كومن مشتركه ليه؟ بيعدي منها الاثنين الفود والاير. بيعدي منها ايه يا شباب؟ الفود والاير. واول ما يعدوا يلاقوا قدامهم تو تيوبس، في طريقين قدامهم، طريق اسمه ايسوفيجس بتاع الفود وطريق اسمه ايه؟ تراكية بتاع الاير. وهقول لكم بقى ان شاء الله في الريسبيراتوري سيستم ازاي الفود بيبقى عارف طريقه والاير بيبقى عارف طريقه، ايه الحاجه اللي بتعرفه من ده مكانك يلا روح هنا وانا مكاني هنا هروح هنا. تمام. يبقى الفرنكس عرفه منين؟ من كلمه ايه؟ common cavity. عارفه من كلمه ايه يا شباب؟ common cavity. بعدها بدخل على مين؟ على الايسوفيجس. الايسوفيجس طبعا ده عباره عن التيوب شايفينها اللي متلونه باللون الاورنج دي. It's a muscular tube. It's a muscular tube connect للاستومك. بس هو الفانكشن بتاعته مجرد ان هو بيعمل ترانسفير للفود او بيعمل ترانسبورت للفود، بيوديه للاستومك.
يبقى الفرنكس عرفنا ان هو common cavity، والإيسوفيجس is muscular too. طيب رايح للاستومك؟ اه رايح للاستومك. ايه الاستومك دي عبارة عن ايه؟ قال لي الاستومك is a muscular sac. sac يعني كيس، وبيعمل secret juice كمان. ايه ده تاني واحد يعمل secret juice؟ كان اول واحدة مين؟ salivary glands عمل secret juice صح؟ ودلوقتي الاستومك عمل ايه؟ عمل secret juice برضو. اسمه ايه؟ اسمه gastric juice. اسمه ايه يا شباب؟ gastric juice. الجوز بتاعها ده ايه الفانكشن بتاعته؟ بيعمل incomplete digestion of protein. incomplete digestion of protein يعني ايه incomplete digestion of protein؟ يعني بيعمل digest part of protein not complete part of protein. لسه هو يعمل complete خالص في small intestine، لكن الاستومك بتعمل ايه؟ هي عبارة عن sac. يبقى احنا خدنا الفارينكس common cavity. الفارينكس كان ايه؟ common cavity. دخل على الاسوفيجس muscular tube. الاسوفيجس muscular tube. دخلنا على الاستومك sac. الاستومك sac secret a gastric juice. الجوز ده بيعمل ايه؟ incomplete digestion of protein. incomplete digestion of protein. تمام؟ ده الجوز اهو اللي جوه الاستومك اللي المفروض ان هو بيعمل له ايه؟ بيعمل الدايجست للايه؟ للبروتين. طيب بعد كده السمول انتستين. يبقى تاني يا شباب احنا كده خدنا الماوث، بعد كده فرنكس، الاسوفيجس اللي هو الماسكولار تيوب اللي ودتنا على الاستومك، بعد كده السمول انتستين. السمول انتستين انا مش هكملها عشان هي فيها كذا جوز، بس هقول جزء منها كده. السمول انتستين هي عباره عن تو بارتس خلاص، وهي اللي بيحصل فيها بقى خلاص اللي هو الكومبليت ديجستشن اوف بروتين. بقى كومبليت ديجستشن اوف بروتين بيحصل في السمول انتستين. قال لي ازاي؟ قال لي هي عبارة عن two parts. لو خدنا بالنا كده في الصورة هنلاقي ان في part كده قريب قوي من الاستومك اللي هو connected للاستومك قوي، الحتة الصغيرة دي تمام؟ شايفينها يا شباب؟ هعلمكم عليها برضو عشان تشوفوها اكتر. اهي هي دي، هي قبل اللون الاورنج. ايوان هي هنا اللي تحت اسمها ديودينم. اسمها يا شباب ديودينم. اسمها ايه؟ ديودينم. وبعد كده اللي هي لونها اورنج بقى اللي ملفوفه كتير قوي دي اسمها ايليم. اسمها ايه؟ ايليم. يبقى السمول انتستين كونسيست اوف تو بارت. كونسيست اوف ايه يا شباب؟ تو بارت. مين هم التو بارت دولت؟ ديودينم وايليم. ديودينم وايه؟ وايليم. ديودينم وايليم. ديودينم كونكتد بالاستومك، والايليم الايليم اللي هو الكونفيليتد الطويل ده. انتوا عارفين الايليم اللينث بتاعها لوحده حوالي 7 متر. احنا لما خدنا الدايجستيف كانال كلها من اول الماوث لحد الانس كانت من 9 ل 10 متر، منهم 7 متر بس في الايليوم. It is the longest part of the digestive canal. The longest part. ممكن اقول ايليوم او ممكن اقول small intestine. تمام يا شباب، ان شاء الله نكمل المره الجايه مع بعض. ويا رب يكون استوعبنا الجزء دوت. محتاجين نكرر شويه كتير يعني عشان يثبت معانا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.